السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الثالث في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة العلوم. اليوم الشباب هنستكمل الدرس القوى. ما القانون الأول لنيوتن في الحركة؟ طبعا صفحة 141. تمام، نفتح كتاب على صفحة 141 ونكمل مع بعض. ما القانون الأول لنيوتن؟ الحقيقة نيوتن عمل أكثر من قانون، الأول والثاني والثالث، أهم شيء نص القانون والفهم. الحقيقة لو تخيلنا أن هناك مصباح لمبة بهذا الشكل مثبتة من أعلى، تمام، وطبعا هي تتعرض لقوة جاذبية من أسفل، تعرض لقوتين، قوة شد من فوق عشان مثبتة، قوة جاذبية من تحت، ومع ذلك هي متزنة لن تتحرك ساكنة. يبقى إذا نفهم من الكلام ده إيه؟ إن قوة الشد وقوة الجاذبية متساويتان في المقدار ولكنهما متضادتان في الاتجاه. لو هنا 60 نيوتن يبقى هنا 60 نيوتن، يبقى يظل الجسم ساكن كلعبة شد الحبل كما أخذنا قبل كده. يبقى القوة هنا يا شباب تسمى قوة متزنة. يبقى نيوتن الأول، القانون الأول بنيوتن بيقول الأجسام تظل ساكنة يعني مستقرة سواء كان ساكن أو سواء كان متحرك طالما يتعرض الجسم لقوتان متزنتان، يعني قوتان متساويتان. طالما القوتان متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه يبقى إذن الجسم يظل مستقر سواء كان ساكن أو متحرك، وهذه القوة تسمى قوة المتزنة. يبقى ما المقصود بالقوة المتزنة؟ عندما تؤثر قوة في جسم دون أن تغير من حركته تسمى القوة المتزنة يا شباب. أحسنتم. كالمصباح يتعرض لقوتين، قوة شد وقوة جاذبية، فبالتالي مستقر في مكانه، فبالتالي أول نوع من القوة هنا اللي بيتكلم عنها القانون الأول نيوتن تسمى قوة متزنة. طيب السؤال هنا يا شباب، لو كانت القوة غير متزنة يعني قوة الشد 70 مثلا، تمام، وقوة الجاذبية 90، إيه اللي يحصل للمصباح؟ يسقط على سطح الأرض، يسقط على سطح الأرض، لأن القوة هنا قوة غير متزنة، إذا هيتحرك إذا كان ساكن أو هيتوقف إذا كان متحرك. طالما بتأثر عليه قوة غير متزنة، قوة غير متزنة بتأثر على الجسم يبقى تغير من حالته. لو كانت متزنة يا شباب يبقى حالته تظل كما هي. هو ده بيسموه القانون الأول لنيوتن. تمام، نبدأ في نقطة جديدة. تعال نشوف القوة الغير متزنة دي. إذا تعرض الجسم كالباص ده يا شباب، تمام، أو الحافلة دي لقوة غير متزنة، تعمل إيه القوة دي يا شباب؟ تغير من حركة الجسم زي ما إحنا قايلين، تمام؟ الجسم ده اللي بيتحرك ده بيتعرض لقوتين، المحرك حقة هذا الجسم أو هذه الحافلة بتحركه الأمام زي ما أنتم شايفين أهو، الحركة هنا للأمام. طيب قوة الاحتكاك عكس الحركة، يعني الاحتكاك للخلف، قوة المحرك بتكون للأمام عكس بعض. لو كانت القوتين متساويتين يظل متحركا بسرعة ثابتة. طيب غير متزنة يعني غير متساويتين، اللي هو الاحتكاك وقوة الدفع المحرك غير متساويتين، يعني قوة غير متزنة تتغير حركته، يا إما يوقف يا إما سرعته تزيد وهكذا يا شباب. إذا كانت القوة المؤثرة في الحافلة متزنة فإنها تستمر في الحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم. طب غير متزنة فبالتالي يغير اتجاهه، يتغير سرعته وهكذا شباب. يبقى هذا هو المفهوم الأساسي لقانون نيوتن الأول. نص القانون لابد أن يحفظ. أو يا شباب القانون الأول لنيوتن بيقول الجسم الساكن يبقى ساكنا، تمام، والجسم المتحرك يبقى متحركا بنفس السرعة والاتجاه في خط مستقيم، بس هنا في شرط ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة.
يعني طالما بتأثر عليه قوة متزنة تمام، الجسم الساكن يظل ساكن والمتحرك يظل متحركا بسرعة ثابتة. طيب طالما طب لو أثرت عليه قوة غير متزنة مش متساوية يعني، بالتالي تتغير سرعته، تتغير اتجاهه، تتغير كل شيء فيه. تمام، نبدأ في نقطة أخرى. الجسم ده قمر صناعي أو جسم في الفضاء، يعني مركبة فضاء، هو قال دي مركبة فضاء فويجر، قد تسافر في الفضاء وتستمر في سفرها في خط مستقيم وبسرعة ثابتة. الحقيقة هذه مركبة الفضاء، طبعا ما في جاذبية، الحقيقة كل القوى اللي بتتعرض لها مركبة الفضاء كلها متزنة، يعني متساوية في المقدار، تمام، وبالتالي تتحرك في خط مستقيم وبسرعة ثابتة. ولكن لو تعرضت لقوى غير متزنة تتغير كل شيء. يبقى انا اهو تتعرض، تتحرك بسرعة ثابتة، تتحرك بسرعة ثابتة، ليش؟ لأنها تتعرض لقوة متزنة، تتعرض لقوة متزنة. طيب القانون الثاني لنيوتن ببساطة شباب، القانون الثاني بيقول أنا لو عندي عربة تمام وعندي كمان واحدة، بس واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، وأثرت عليهم بقوة بس بنفس القوة، بنفس القوة، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ الكبيرة تتحرك ببطء لكن الصغيرة تتحرك بسرعة أكبر، أو التسارع بتاعها بيكون أكبر، تمام؟ يبقى القانون الثاني نيوتن بيقول إيش؟ تحت أهو، إذا أثرت قوة غير متزنة في جسم فإنها تكسبه تسارعا في اتجاهها ويزداد بزيادة القوة غير متزنة. بمعنى أنا لسه جايل، أنا عندي جسم كبير وجسم صغير وأثرت عليه بقوة بنفس القوة، الحقيقة القوة هنا قوة غير متزنة. ليش غير متزنة؟ لأن ده جسم كبير وجسم صغير، الكبير لازم يتعرض لقوة كبيرة والصغير لقوة صغيرة عشان يعطم نفس التسارع، ولكن أنا إيش؟ عملت نفس القوة، يبقى التسارع لابد أن يكون مختلف. يبقى هنا تأثرهم بقوة غير متزنة، أو إذا أثرت قوة غير متزنة في جسم فإنها تكسبه تسارعا في اتجاهها ويزداد بزيادة القوة غير المتزنة. بمعنى أثرت هنا ده بقوة 60 وده قوة 60 بس الكتل مختلفة، تسارع مين يكون أكتر؟ اللي كتلته صغيرة. يبقى لما نأثر بقوة على جسم فإن هذه القوة تخليها تجعل هذا الإيه؟ هذا الجسم يتحرك بتسارع، التسارع ده بيعتمد على قيمة القوة والكتلة طبعا حقة الجسم. تعال نشوف الأشكال دي يا شباب. دي العربة رقم واحد ودي العربة رقم اثنين، دي فيها كتلة واحدة يا شباب ودي فيها كتلتين، أثرت هنا بقوة وهنا بنفس القوة، ماذا يحدث؟ تسارع من أكثر؟ الحقيقة تسارع هنا يكون أكثر من هنا، ليش؟ لأن هنا الكتل كبيرة وهنا الكتل صغيرة. يبقى إذا أثرت في العربتين بالقوة غير المتزنة نفسها، يعني أثرت هنا بمية نيوتن وهنا 100 نيوتن، فإن العربة التي كتلتها أكبر تتحرك بتسارع أقل، فعلا اللي كتلتها كبيرة التسارع هنا أقل، التسارع أقل طبعا، وهنا التسارع بيكون كبير، ليش؟ لأن كتلتها صغيرة. يبقى لما نأثر بقوة على جسم فإن هذه القوة تتحول إلى تسارع، هو ده مفهوم قانون الثاني نيوتن أهو، لما نأثر بقوة على جسم القوة دي تتحول إلى إيش؟ تتحول إلى تسارع، التسارع ده بيعتمد على إيش؟ كتلة الجسم، هذا ما يسمى باسم قانون الثاني نيوتن. نقول نصه تاني أهو،
إذا أثرت قوة غير متزنة على جسم، فإن هذه القوة تكسب تسارع في اتجاهها ويزداد بزيادة القوة غير المتزنة. القانون الثالث لنيوتن نقرأ النص الأول. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. بمعنى لعبة شد الحبل، مجموعة بتشد يمين ومجموعة بتشد يسار، اللي بتشد يمين هنسموها فعل، قوة فعل، والتانية هنسموها رد فعل. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وفعلا الاتجاه معاكس. ما هي قوة الفعل يا شباب؟ القوة التي أثر بها الجسم الأول تسمى فعل، وقوة رد الفعل القوة التي أثر بها الجسم الثاني. تمام؟ عندك أمثلة كتير على قانون نيوتن الثالث. تعال نشوف كده. التزلج عندما يدفع أحد المتزلجين الآخر، زي ما أنتم شايفين سطح أملس جدا، ده بيدفع ده، إيه اللي ممكن يحصل يا شباب؟ ده هيتحرك للخلف وده هيتحرك للخلف. سبحان الله، يبقى دي اسمها فعل، ده رد فعل مساوي له في المقدار وهيكون مضاد له في الاتجاه. عندما يدفع أحد المتزلجين الآخر أو يسحبه فإنهما يشعران بقوتين متساويتين ومتعاكستين تؤثران فيهما. يبقى نص قانون الثالث نيوتن بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وده بنلاحظوه مع رواد الفضاء داخل السفينة أو خارج السفينة أو الغواصين في الماء يا شباب. سبحان الله، كل ده بينطبق عليه قانون الثالث نيوتن. أسئلة الدرس. أفكر وأتحدث وأكتب. المفردات. القوة المعاكسة للحركة تسمى إيش؟ القوة التي تعاكس الحركة، يعني لو الجسم يتحرك للأمام هي بتحرك للخلف. ها، مين يقول؟ اللي بتوقف الأجسام. برافو عليك، أحسنت. قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك. كيف يمكن تقليل الممانعة المؤثرة في جسم طائرة؟ عن طريق الأجنحة. التحكم في الأجنحة، تتحكم في سرعة الطائرة سواء عند رفعها أو عند انخفاضها، سواء رأسها أو عمود. السؤال الثالث، كيف يسهم تدريب رواد الفضاء تحت الماء في العمل في الفضاء؟ هتعرضهم تحت لقانون الثالث، هو نفسه قانون الثالث فوق، لكل فعل رد فعل. يبقى ده يعتبر تدريب على القانون الثالث نيوتن، ده هنخلوه واجب ان شاء الله. تمام. السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع. السؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة. اذا زاد مقدار قوة غير متزنة تؤثر في جسم، فان الجسم لسه جالين قانون نيوتن الثاني في وجود قوة بقى غير متزن. القوة دي تعمل ايه للجسم؟ تحركه بتسارع معين، هذا التسارع بيزيد بزيادة القوة الغير متزنة. تمام؟ وبنقص الكتلة. يبقى هنا اهو احسنتم، يتسارع اكثر. السؤال الخامس، وحدة قياس القوة ايش؟ سهلة جدا، نسبة لمكتشف الجاذبية الأرضية العالم نيوتن، يبقى سميت باسمه نيوتن. كيف تؤثر القوة في الحركة؟ الحقيقة القوة دي بتأثر في الحركة في أشياء كثيرة، وده خدناه في أول الدرس. تمام؟ بتعمل عملية شد، مهمة في الشد، ومهمة في عملية السحب، ومهمة في عملية الدفع، وهكذا شباب. أحسنتم. نبدأ نكمل. هنحل بعض الأشياء في مراجعة الفصل. مراجعة الفصل هنحل بعض الأشياء والباقي إن شاء الله هتحلوه ونتواصل مع بعض. أكمل كل من الجمل الآتية بالمفردة المناسبة. قوة متزنة
حركة، تسارع، سرعة، قانون الثالث لنيوتن القوة. هنحل السؤال ده بس. حفظنا احنا السؤال ده مفردات هندخلها في الجمل يا شباب. السؤال الأول، فراغ هو زيادة سرعة الجسم في وحدة الزمن. مين اللي بيتكلم عن سرعة الجسم في وحدة الزمن؟ بيدرس السرعة في وحدة الزمن. نختار ايش من فوق؟ ها؟ أحسنتم، التسارع. التسارع هو عبارة عن زيادة سرعة الجسم في وحدة الزمن. يبقى دي نلغيها خلاص. اللي ناخدها نشطب عليها. السؤال الثاني، لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه. هذه العبارة تشير إلى، شوف، لقوة فعل رد فعل. آخر حاجة خدناها، أحسنتم، القانون الثالث لنيوتن. يبقى نختار هنا يا شباب القانون الثالث لنيوتن. السؤال الثالث، لا تتأثر سرعة جسم ما إذا أثرت فيه، أحسنتم، قوة متزنة. يعني عند قوة متزنة جسمه أثرت فيه قوة متزنة، يعني متساوية عن ناحيتين ومتضادة في الاتجاه، هل هو هيتحرك؟ لا طبعا، يظل كما هو، يبقى هو قوة متزنة. السؤال الرابع، فراغ تغير في موقع جسم ما مع مرور الزمن. تغير الموقع، ايوه احسنتم، ده بيسموها الحركه. السؤال الخامس، المسافه التي تحركها جسم في وحده الزمن تسمى، مين اللي بيدرس المسافه مع الزمن؟ احسنتم، هنا هو السرعه. السؤال السادس، عمليه دفع او سحب جسم تسمى ايش؟ الدفع والسحب، برافو عليك، اخر واحده تسمى القوة. طيب هناخده كمان السؤال اللي في الصفحة اللي بعديها، سؤال اختيارات اهو، الاختياري بس، صفحة 149. اختار الإجابة الصحيحة، في لعبة شد الحبل إذا لم يستطع أي الفريقين سحب الفريق الآخر في الاتجاه، اهو في الاتجاه نقطة النهاية، يعني فريقين بيلعبوا شد الحبل، مفيش حد لا احد يستطيع سحب الاخر، فان القوة التي يؤثر بها كل فريق في الاخر تسمى ايه؟ تسبب تباطؤ حركة الفريقين، قوة متزنة، تسبب تسارع الفريقين، قوة غير متزنة. طالما الاثنين مستقرين تباطؤ، الاثنين بيشدوا، يعني القوة موجودة، مستحيل نسميها طبعا تسبب التباطؤ، يبقى هي فعلا هتكون قوة متزنة يا شباب. تمام؟ طيب بكده يا شباب نكون واقفين ان شاء الله عند نموذج الاختبار. نموذج الاختبار ده ان شاء الله ده هيكون واجب يا شباب، النموذج ده باذن الله هيكون واجب، تحلوه، تتواصلوا معايا على الواتساب والخاص، وصلوا معي على الخاص. بهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح درس القوى ومراجعة الفصل. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتس والتليجرام. تعليمنا مستمر بهمتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.